على التليفون استاذ حسن عمار، عضو مجلس النواب وهو ايضا عضو مجلس اداره النادي المصري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بك ومساء الفل والف مبروك. هذا التاهل اللي كان من المرحله الماضيه، ولكن دائما نتحدث عن المستقبل، كيف ترى مستقبل النادي المصري في هذه البطوله ان شاء الله؟ مساء الفل عليك يا ابراهيم، رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى كل الامه الاسلاميه، ويا رب يعيد علينا بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. يا رب اللهم امين. وهبقى سعيد جدا يا شباب لو علتوا لي الصوت في الاير بيس عشان البركه تعم علينا. اتفضل يا استاذ حسن. يعني كنا نتمنى طبعا النهارده اللي احنا نختتم مباراه دوري المجموعات بالفوز او التعادل وصداره المجموعه، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا ظروف كتيره منها ظروف الصيام، وطبعا زي ما انت عارف ملعب مازيمبي برضو من الملاعب الصعبه في افريقيا. لكن الحمد لله، يعني احنا الحمد لله متاهلين من المباراه السابقه. كان سبب رئيسي في تاهلنا حصولنا على الثلاث مباريات، فوزنا في ثلاث مباريات وحصلنا على 9 نقاط بدعم جماهيرنا، الدعم الاساسي والحافز الكبير لينا، فده كان هو الدعم الرئيسي. وطبعا احنا بنتمنى ان شاء الله استكمال هذا الدعم باذن الله، وده اللي انا متاكد منه من جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد كلها اللي هتبقى في ظهر النادي المصري. زي ما انت قلت كده، هو اسعدت كل الانديه اللي تاهلت لدور الثمانيه. الفريق اللي بيلعب على البطوله وامله البطوله زي النادي المصري وحلمنا الكبير، مش هيهمه مين بقى ان شاء الله اللي هيلعبه. احنا ان شاء الله القرعه يوم الثلاث ان شاء الله باذن ربنا. يعني مهما كان الفريق اللي احنا هنلعبه، احنا جاهزين ان شاء الله فنيا وبدنيا باذن الله، واثقين جدا في لاعبتنا وفي جهازنا الفني في كابتن معين الشعباني، المدرب صاحب الخبره والباع الطويل، وخصوصا وخاصه في البطولات يعني في افريقيا، اللي احنا ان شاء الله نقدر نعدي ونوصل للدور قبل النهائي ان شاء الله، ونكمل المشوار ان شاء الله، ونكون من احد الفرق القويه المرشحه باذن ربنا للحصول على البطوله الكونفدراليه باذن الله، واسعاد جماهيرنا في كل مكان، ونكمل باذن الله. هل استقرت الامور بالنسبه للفريق الاول؟ الاوضاع بقت احسن بالنسبه لكم دلوقتي فيما يتعلق باوضه اللبس، فيما يتعلق باللعيبه، فيما يتعلق بمستحقاتهم؟ يعني خليني اقول اكون معاك صريح يا ابراهيم، احنا الحمد لله يعني الامور مستقره الى حد كبير، لكن ممكن تكون في بعض التعثرات الماديه اللي بتمر بيها كل الانديه المصريه. لعبتنا وزي ما اتكلمت معاك قبل كده، من اللعيبه مش زي بقيه لعيبه الفرق الدوري الممتاز، عندنا لعيبه في معسكر دائم، وده طبعا بيأثر كتير على اللعيبه. لعيبه الفرق الانديه كلها بتلعب، بتيجي التدريب وتروح، ولكن وبتيجي قبل المباراه بتعمل معسكر يومين، لكن احنا في معسكر دائم، واحنا عارفين اللي احنا يعني ان ده بيمثل يعني ضغط كبير على اللعيبه. عشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان وكل ما تتوفر لينا الموارد الماليه ان احنا نكون ملتزمين فيها كمركز اداره النادي المصري مع اللعيبه والجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار. لكن في نفس الوقت في بعض التعثرات بتحصل للانديه طبيعيه في نقص الموارد الماليه، فبالتالي احنا بنبذل قصارى جهدنا والله كمجلس اداره النادي المصري، وبدعم كبير من اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد اللي انا بشكره دايما على دعمه المادي والمعنوي لفريق النادي المصري والنادي المصري بصفه عامه. لكن احنا في فتره يمكن الظروف الاقتصاديه بتبقى صعبه شويه، فبالطبيعي الموارد يعني بتقل في فتره من الفترات، وانا يمكن عارف ان لعبتنا ليها عليها التزامات طبعا. واخدين قد ايه من مستحقاتهم او فاضل لهم قد ايه مستحقاتهم؟ احنا بكلمك دلوقتي وفي قسطين متاخرين شهرين، شهر فبراير ومارس، وفي مكافئتين افريقيا بالظبط، انا بكلمك بكل شفافيه وبكل صراحه. قسطين فبراير ومارس للعيبه ومكافئتين افريقيا، هم دول اللي فيهم متاخرات. ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه بنسعى بكل جهدنا ان شاء الله اللي احنا يعني نوفر الموارد الماليه اللازمه للوفاء بالمستحقات اللي تخلي حاله الاستقرار مكمله في النادي المصري. يعني باذن ربنا احنا عندنا هنرجع بقى عندنا ماتشين في الدوري، وبعد كده نلعب ان شاء الله دور الثمانيه، ربنا يسهل ان شاء الله كده نرجع تاني بقى كمان في الدوري، لان احنا محتاجين استفاقه كبيره في الدوري عشان نقدر نرجع لمكاننا الطبيعي في المربع الذهبي باذن الله كعاده النادي المصري في السنوات الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حسن بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لكم كل التوفيق مره ثانيه وثالثه ان شاء الله باذن الله. النادي المصري يعمل حاجه كويسه في البطوله الكونفدراليه.